معرفة من وفري لك له بشكل
Yeah.
ذكري قولي هذا أداء لا إله إلا أنت وكل ما يعلو كل عارف من الخلال ومن المعارف من النبي وحزه بليله وكسر المزاير غالي
الصراط الليل والنهار يشاركون سيد الأحرار يجالسون سيد الأحرار في الليل والنهار وهل الباقون رسول للليل قدم قال الباقين نبات للبال الخطم يا رب الله من الجنات في جعش حين عدل عباد ومن هذا الفضل ثم تكلا عليك وإلى الإمام الهدى أحبه كالعالم التجاري شخص يوحي عارف رباني فعند ذاك لا يموت إلا إذا بإلية الشفاعة حمى Yeah.
كما أنهنا أنا وزجرك يا كبير ما به هذه أمرنا ترك ما أنهنا أنا وزجر غيره كان من القلب يا للناس أكثر من الجن يا لكوني في دين ما تدري عن كل ما مرضي يا قادر كل بنت القران الذي كونه يبشر امر وكان يريد قوت عينه لكونها هي انصاف الدين ما كوني يعي بكل امر
ألست الرجال صحا من بعد ما صلى به الدعاء ضروري فمنك إلى مغربنا بعد من قد صعدا بالعدل بعد العسل إلى العشاء وغيره من الفجر ولا تكاد من في النهار كالمثل نقدر على المختار وجاعلهم تكيمون العذر من بعد ما تقرأ ورد الفجر في الليل ثم لتم إشكالي لفضل ذكر الله في الليالي ومثل الصبح إن تكاثر على مختاره بعد العشاء مطلع بقدر ما جل من القرآن خمس ساعات بالليل تواري والنار تغرب في ذكر فليس ينتقد ومستقر بك على رب السليم وحجة بالذكر من كان علي ويلزم تداوي للمبتلى من يكن تركت من الزمن شروطا بالبحار فرحه بماء او سيم من مع الخبر من جسد او ثوب او مكان وسطر عورة عن الاعيان وادم نقل غير عمر ويكن الله في النذير يدون تشوئك وتنير الذي تبعث قد صحت يبارك لبعد ذنب لمدى أريد في النفس وبعد قد رد من شروط على من قدر عليه واطلع عن يستحضر وتصيحه ويملك المدد وانه بين يديه قائدا لكن من الذي ذكرت انفع ومنه اكمل ومنه ارفع واعظم سجان سنه النبي افضل من ابنين سواه العربي واعظم استدان قلوب للمؤظمين فهو سبعة كل أركان لا
لابد أن يقال الإنكار وسر أن آخر اليقين من بعد كل معاد في العين مبني على اليقين إذ سقطت وطاهرا معاد كموت بنية الجبر ذلك الخلق ويذكر الحضور من كل عمل كونه الجوهرة الكمال ثلاث مرات لكل مثال ومن يذكر كثيرا جبرا كمن يزد صبر وإلا خسرا مرة يزن به الأمر من بين ليل ونهار لا مزيد ومن يقص لنا بغير ما ليومه مذاك للحسن دمع وراجم قضى وامر البر سبق في الجد وغير ذنب ما ومن يقصه قد وعى ويعاتل خلق ما يفعل في الصلاة ذلك الجلوس والجهود من جلواه أنذره في الوطن ذلك الجلوس والجهود من كان له حق صحيح في الوطن وتقوى الكريم والجهر كما أدم تقبل المرأة تركه لغير أذر شرعي أو كل لقاقات له دون النعيم مثل الآلسان ليس يجبه على الذي يذكر عاقا ينتبه سيكون آخر إذا ذهب معذره فتم قامة جهود منكر سواها ما بين وقت السحر أنفسنا غيث الورى غيث البشر ولم ترى جوهرة الكمال فقد يكون سيد الإرشاد والخلفاء الراشدون الأصحاب ما دام ذاكرا لا بعد معه وترك بالأربع والثبات وليس بالمنكر من نجاته فمن يكن أجب أن تريب تلبسه أو حكمه تيمما وكذب أجد أن تريب بدري الكثير واليسير رجم كان وسعى مع النبي والخلفاء الأربعة حكمها لا جعله منها بدل تسرين من ثالثة كمن تطل يبون بعد الصلاة راكدا راكدا فتكون راكدا وكثرا بعد الصلاة راكدا راكبا إذا تكون راحلا وقال طهارة الحق كما تفهمه من الذي تقدم على الذي بسيده عليه قطب الزمان لقمات أركان هاتف الله بأجلته لا مرة بأي صيغة أو بلا تهلك سواه القيوم بعد الحي لئن كنت فإن ولا يزيد من ذو الخير أثرا فصل بالفجر خمسين ومن لمثل عاجز فجيده حسن لحللن مئة ومن يزيد ثانية لكن رولة فقد ضرب على فرق المال تخلق حسرة في الحوادث وفي حياة الشيطان قد جاءت وعيدة فزد وعصداد فاسبحنا من بعد كل ذكر بما تقاسم من رد النجر يا بصوا بالعدل يوم الجمعة زمن يكون الذكر معا إلى كل مغرب ولا تعجب شكل الاجتماع بريح معتمد لمن لا أقل وإلا قال ما
منفردا ولم يكن كسالا جبله تركيبا قبله بساعة ونصف آيات الوجود ومن يسعى تزمل إحدى حرفا فصارت إلى حصر بدا وفي عدة وحلوات تسير ويلي إلى ثبوت لمن يكف وغلو هذا يلزم قدرنا بلا خلاف عيره وتركها يزيد خيرا جما الا لامر الارض العظمى يكفيك من قبل النذور المرتضى صلى عليه ربنا وسرضا السلام الباقي الرسول الذي يدعون به يعقوب بالفريضه على مراتب كثم وجوها على الخلائق كثم ليس المكر من ان ومن طلع مذهب السبب حصرا حتى لها ما لم يحاسبه وليل صالي كرم وحاط خلف حلف ان وهبهم لدمه الذي فعل في سماعه يغبط العمل ومرة جائزة تراه لي خسر كافر الذنوب وتزن من نفسه المليك لقاعد في السبع ومن كل دعاء ومرة يذهب في جمعاته أرض من الوضع في البرية صلواتهم لبعد الذكر وحياة ضاعف في هذا القدر صحابة الدهر ثامنة اليوم مرة مداومتها وإلى مرة في كل يوم لا يموت مسلما من غير دوم I'm
بن عباس وقلت له رب الناس في سورة الشهر عجل Thank you.